جيل السبعينات يمكن طبعا جيل اللي فحر اسمه في تاريخ وجماهيره وعشاق النادي الاهلي. معظمهم اناسي كانوا يعني لعيبه دوليين. يمكن احنا كنا يمكن حوالي 13 لعيب دولي على سن مرمى عملاقين، ثابت البطل الله يرحمه واكرامي، وخط ظهر احمد عبد الباقي وحسن حمدي ومصطفى يونس وفتحي مبروك ومار همام، وثلاثة نص ملعب طاهر الشيخ ومختار مختار وطاهر ابو زيد ومصطفى عبده والخطيب وكابتن زيزو، يعني نخبه من اللعيبه المميزين. يعني عايز اقول لك يمكن في خلال هذه السنوات كان عندنا لقاء قوي جدا بيننا وبين الزمالك، بس قبليه اللقاء ده كان سنه 78، قبليه كان نادي الزمالك خد الدوري بجول اعتباري، كل طبعا جمهور الزمالك جمهور الاهلي فاكرين الموسم دوت. وبعدين وصل لقاء للقمه بين الاهلي والزمالك في كاس مصر الى النهائي، الاثنين وصلوا لكاس مصر في هذه السنه برضك لنهائي الكاس. النادي الاهلي قدر يتفوق على الزمالك باربع اهداف لهدفين، وكانت مباراه يعني من ضمن المباريات اللي ما ينساهاش جيل السبعينات ولا جمهور النادي الاهلي ولا احنا كلاعيبه ننسى هذه المباراه. لقاءات القمه كلها يعني كانت لقاءات واضحه لكل الناس. يعني لو هنتكلم على التدريبات طول الاسبوع بيحضرها جمهور النادي الاهلي، وممكن يكون جواسيس من جمهور نادي الزمالك بيحضروها عادي جدا. ده بيرجع لثقه هذا الجيل. نفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك ولاعيبته، المدرجات مليئه بجمهور نادي الزمالك وبيحضروا التدريب عادي جدا، غير الايام ديت ان المباريات تدريبات سريه ومحدش يخشها من الجمهور، ان في بعض الجمل التكتيكيه او بعض التكتيك المدير الفني مش عايز حد يتفرج عليه. لا، احنا بالنسبه لنا كانت الامور عاديه جدا، لان احنا عارفين نادي الزمالك ونادي الزمالك عارفنا، واللي كان بيفرق بيننا وبينهم زي ما قلت لك الاصرار والعزيمه في حته المكسب او التعادل او الخساره. احنا بالنسبه لنا يمكن كنا عملنا حاجه بيعملوها يمكن اليومين دول، حته المعسكرات. احنا بدانا بيها معسكرات داخليه داخل النادي، عباره عن اللي هو اليوم الكامل اللي بيسموه بقى، اللي هو بدا يلجا للجيل ده دلوقتي. اليوم الكامل ده احنا كنا بنيجي النادي الصبح الساعه 10 او الساعه 7 8 يعني في الرينج ده، ونفضل موجودين ونروح الساعه 7 8 بالليل. فكانت ما عندكيش فكره اللي كانت التواجد ده اليوم الكامل ده كان بيدينا نوع من التجانس، نوع من التقارب، نوع من الحب اكتر، نوع من التماسك. فدي كانت المعسكرات اللي احنا بدانا بيها. لما بنبدا نخش في وسط الاسبوع ونقرب للمباراه كانت بتحصل معسكرات جانبيه بقى، يعني مجموعه مثلا الخطيب وحسن حمدي ومصطفى يونس وفتحي مبروك بينضموا لبعض مثلا في شقه من شقق هؤلاء اللاعبين. مجموعتنا احنا انا ومختار وجمال عبد الحميد وحمدي جمعه وبعض النجوم اللي هم بردك كان ليهم فضل في وجود هذا التاريخ، كنا بنروح في شقه في القصر العيني، كان في مشجع اهلاوي بيدينا الشقه ديت لمده 3 ايام 4 ايام عشان نقوم فيها، وكان الفطار والغداء والعشاء كان عليه هو. فكانت عباره عن معسكرات بيننا وبين بعض داخليه كنا احنا اللي بنعملها واحنا اللي بنخلقها، وكانت بتنعكس علينا في ادائنا في الملعب. ليله المباراه كنا برضك نفس الكلام، خلاص كله في بيوته بقى، ما فيش معسكرات زي ما احنا دلوقتي يعني يوم في فندق او يومين في فندق، لا كله بيبقى موجود في البيت. وبعدين بيجي الصبح الساعه 10 بنبدا يبقى في غدا الساعه 11، بيبدا بعد الغدا في محاضره الساعه 12، بنروح الجامع نصلي، وبعدين بنبدا ناخد شنطنا ونبدا نروح على الملعب. كانت المباراه بتبقى الساعه 3 ظهرا. ده اللي كان اليوم الكامل بالنسبه لنا. اشاعات بقى، يعني النهارده فلان مش هيلعب، الحاجات التقليديه بقى، فلان مش هيلعب، فلان مصاب، النهارده صفد عبد الحليم مش موجود في صف النادي الاهلي، محمود الخطيب عنده نزله برد، فاروق جعفر نزل برد، حسن شحاته مش موجود عنده اصابه شد في العضله الخلفيه. بالظبط نفاجئ بعد كده ان اللاعبين موجودين في الملعب. دي كانت الاشاعات اللي كانت موجوده من خلال جيلنا او من خلال مباراه الاهلي والزمالك. لكن عايز اقول لك ان كانت العلاقه اللي بيننا وبين بعض، هم كانوا لعيبه دوليين وموجودين معانا بصفه اساسيه في معسكرات المنتخب، واحنا كنا لعيبه دوليين، وكانت في علاقه بيننا وبين بعض، علاقه محبه يعني.
يعني هقول لك مثلا لما كابتن حسن شحاته حصل ظروف عائليه بالنسبه له، بعض الهتافات حصلت من جماهير النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب في مباراه الاهلي والزمالك في قمه من القمات خد بايدين الكابتن حسن شحاته وراح لجمهور، جمهور الزمالك حياه وحيا جمهور الاهلي، الناس كلها يعني سكتت عن الهتاف الخارج على النظام المالوف. كنا متوعد بعض ان بعد المباراه نخش السينما، يعني انا بالنسبه لي مثلا كان على علاقه كويسه جدا محمود الخواجه، كانت على علاقه كبيره جدا محمود سعد، ابراهيم يوسف، حمامه، فكان اتفقنا بعد المباراه ان احنا هنتقابل ونخش السينما، ودي كانت يعني ظاهره والناس كانت بتحسها، احنا كسبانين داخلين السينما مع بعض، هم خسرانين داخلين، هم كسبانين داخلين السينما مع بعض، فدي كانت يعني كان الناس كانت بتستغرب يعني ازاي دول كانوا لسه بيلعبوا 90 دقيقه مع بعض مخبطين جامد جدا واحنا كنا في المدرج فوق شايطين ودول داخلين سينما مع بعض. فدي من ضمن الحاجات اللي كانت يعني بتحسب لجنة، حته الحب والتالف والاخوه لا مش موجوده دلوقتي، يعني دلوقتي واضح ان يعني جيل بعيد جدا في صداقته، بعيد جدا في تفاهمه مع بعض. لا هم كويسين يعني نفسيتهم كويسه، لكن انا بقول لك حته الاختلاط دي مش موجوده. العلاقه اللي بينهم بعض في المنتخبات لما بيخشوا معسكر، لكن ما بسمعش انا العلاقات دي يعني قبل مباراه الاهلي والزمالك او المباريات العاديه ان هم بيتقابلوا او بيشوفوا بعض او بيقعدوا في كافيه او بيتقابلوا في مكان معين، يعني يمكن قليله جدا ما بنسمعهاش ولا حتى الجمهور بيحس بيها يعني.